ألف سردة وسردة معي علي لقمان ديري. هكذا حدثنا الردشت. بوليس الباصات. وكان أن أتتنا صديقة حكت لنا عن عملية سرقة معقدة تمت في الباص الأخضر أيام ما كان نقل داخلي. فما إن صعدت الباص حتى بقعت فتاة وزعقت يا ويلاه موبايلا سرق. وكان منظرها وهي تبكي يقطع القلب، ولكن ما كان يقطع القلب أكثر أنها كانت جميلة. فتعاطف معها السائق فورا وأغلق الأبواب أوتوماتيكيا، ثم وقف مخاطبا القوم الصاعدين من جالسين وواقفين أنه ما في نزل من الباص لحتى يطلع الموبايل. شو نوع موبايلك يا مدموزيل؟ فأجابت وسط سيول وفيضانات من الدموع الملوثة بالمسكرة: ميوزك إكسبريس. شو هاد؟ ماركة موبايل ولا شركة باصات؟ ماركة الموبايل يا حبيب، عفوا يا سعادة السائق، وكتير غالي على قلبي لأنه جاني هدية من أخ 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 كتير عزيز علي. بس وحياتك أخ مو أكتر، ما يروح فكرك لبعيد. وانطلق الباص بنا. لوين يا معلم؟ لوين؟ لوين يا درايفر؟ لوين؟ لوين يا شوفير؟ على المخفر يا حبيب. ما بيصير أخي، فتشني ونزلني على اليمين. الله وكيلكم أنا مشغول، نزلنا يا أخي بلاها هالركبة بهالتيتانيك الأخضر. لكن السائق يمضي باتجاه المخفر والباب مسكر، وهبط الملاك السائق في المرجة وأغلق الأبواب خلفه، فرأينا أنفسنا محبوسين والناس الذين في الشارع علينا متفرجين. إيه والله صرنا فرجة يا شباب. وجاء البوليس وبدأ الرجال بالنزول واحدا واحدا، والبوليس يفتشهم ثم يفرج عنهم ويلحشهم في ساحة المرجع أحرارا، بينما تركونا نحن البنات والنسوان في الباص. وجاءت صاحبة الموبايل تفتشنا بنفسها، ولما شافت موبايل من نفس ماركة موبايل اضطرت صاحبة الموبايل تفرج الشرطة صورة وصور عائلتها وأمها وأختها مشان يصدقوا أن الموبايل إلها. ثم أفرج عن الجميع وأصبحنا كلنا في المرجع فلتانين. وما يكون علي يمين أن الشوفير نظر إلينا وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لأنه بطلت اشتغل اليوم، انضرب المزاج، دبروا روسكم. وفي المرجع دبرنا روسنا. وتقول الأساطير أن البعض شاهد طيلة ذلك اليوم السائق وفتاة الموبايل في الباص الأخضر وحيدين، وهو يطير الباص يعني على أعالي قاسيون. هكذا حدثنا هردمشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.